إذن الخبر العاجل الآن يأتينا من العراق، حيث دوت سفارات الإنذار في محيط المنطقة الخضراء بوسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية وحيث مقرات الحكومية العراقية. ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. ما التفاصيل محمد؟ نعم، قبل لحظات من الآن كان هناك ذوي انفجار كبير، ثم عقبه أيضا صوت آخر لانفجار آخر، بعد ذلك كان هناك صوت آخر أيضا ثالث. اتصلنا بالمصادر الأمنية العراقية المتواجدة في بغداد، قالوا لنا بأن هناك صاروخين قد سقطا، كاتيوشا طبعا قد سقطا قرب المنطقة الخضراء، ثم عادوا وقالوا بأن أحد الصواريخ ربما قد سقط داخل المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية. طبعا المعلومات المتوفرة تقول بأن هناك صاروخين قد قصف بهما المنطقة الخضراء، هناك صاروخ وقع خارج المنطقة الخضراء والآخر أيضا وقع بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء. أما الصوت الثالث فلا نعرف حتى اللحظة ما هذا الصوت، وهل هو كان صدى لسقوط الصاروخ أم أن هناك صاروخ ثالث قد أطلق على هذه المنطقة. عموما سفارات الإنذار التحذيرية للسفارة الأمريكية أطلقت يعني بعد هذا الصوت، صوت الانفجار، وما تزال حتى اللحظة هذه السفارات طبعا تطلق. إضافة إلى ذلك بدأت مروحتين تابعتين للسفارة الأمريكية عسكريتين بالتحليق فوق المنطقة الخضراء، وهناك مؤشرات تقول بأن أحد الصواريخ ربما قد سقط على المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، وبالتالي قد يكون قد سقط على بعض الأحياء السكنية القريبة هناك. هذه تقريبا أغلب المعلومات التي توفرت لنا. ننتظر طبعا الإعلام الأمني ماذا سيقول، وأيضا ننتظر ربما هناك ضحايا قد سقطوا نتيجة هذان الصاروخان اللذان ربما أطلقا من مسافة قريبة، على اعتبار أن صاروخ كاتيوشا. وهنا السؤال، محمد، هذه ليست المرة الأولى بالطبع التي تتعرض فيها المنطقة الخضراء لقصف بالهاون أو بالكاتيوشا. نتحدث هنا عن يعني عن مدى لا يتعدى الاثنين كيلو أعتقد. يعني ما هي صدى الإجراءات الأمنية في أعقاب كل مرة يتم فيها الهجوم بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء؟ طبعا مدى الصاروخ بالضبط لا اعرف يعني، لكن هو فعلا لا يتعدى مسافه بعيده، وبالتالي رده فعل يعني اولا يعني دعني اتكلم عن رده فعل السفاره الامريكيه. تقوم باطلاق صافرات الانذار ومن ثم بتحليق طائرات فوق المنطقه الخضراء عموما، وربما تتعدى المنطقه الخضراء. لكن بكل الاحوال هناك كان هناك اتصالات طبعا مع ضباط في السفارة الأمريكية قبل يعني فترة طويلة، وقالوا بأن السفارة الأمريكية محصنة بالكامل ولا يصيبها أي ضرر نتيجة إطراف تلك الصواريخ. نعم. لكن في المقابل القوات الأمنية العراقية التي تتواجد هناك ربما تدرك يعني مكان إطلاق هذه الصواريخ، أو على الأقل تحدد المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ. في كل مرة تذهب هذه القوات بعد فترة طويلة من إطلاق الصواريخ ثم تجد منصة معمولة يدويا موضوعة في أحد المناطق، وربما تكون غالبا شرق بغداد. هذه فقط الإجراءات التي تقوم بها القوات الأمنية. عموما ليس هناك حتى اللحظة أي معلومات متوفرة عن جميع الصواريخ التي أطلقت على المنطقة الخضراء أو حتى على السفارة الأمريكية، وما هو مصدر تلك الصواريخ، من هي الجهة التي تطلق تلك الصواريخ، وأيضا لا تتبنى أي جهة سواء من الجهات المسلحة أو حتى من جهات أخرى لا تتبنى إطلاق هذه الصواريخ، وهذا غريب جدا. طبعا إضافة إلى ذلك عموما ما تقع هذه الصواريخ خارج أسوار المنطقة الخضراء وتؤدي إلى تهديم بعض المنازل في منطقة الجذرية وحتى جرح بعض الأشخاص، لأنها غالبا لا تنفجر، هي تقع في المنطقة البعيدة عن الخضراء أو قريب عن الخضراء عذرا،
وتنفجر انفجار بسيط، وهذا يعني بأن الصواريخ هذه ليست صواريخ جديدة أو ذات تقنية عالية، هي ربما صواريخ مصنعة داخليا أو حتى ربما تكون صواريخ بتاريخ قديم يعني. يعني حتى حتى نكون يعني نكون أكثر دقة في سرد المعلومة، يعني بالفعل كما ذكرنا أن الصواريخ الكاتيوشا والهاون بتبدأ مداها من 2 كيلو تقريبا وتصل في بعض الحالات إلى 8 كيلومترات في حالة الدقة، يعني حتى تكون مؤثرة في رميها. وهنا كنت تحدثنا محمد عن الإجراءات الأمنية في محيط 10 كيلومتر مثلا من المنطقة الخضراء. هناك خبر، هناك خبر الآن بإيجاز لو سمحت تفضل. هناك خبر وصلني بأن المعلومات الأولية تقول بأن صواريخ الكاتيوشا التي انطلقت ربما انطلقت من جنوب شرق بغداد صوب المنطقة الخضراء، وجنوب شرق بغداد أقرب منطقة في جنوب شرق بغداد ضمن مدى هذه الصواريخ هي منطقة الزعفرانية، وهي منطقة متاخمة للكرادة، منطقة الكرادة التي تتواجد فيها السفارة الأمريكية، وبالتالي في هذه المنطقة توجد مزارع وتوجد مساحات فارغة كثيرة يمكن أن تنصب هناك قاعدة صواريخ يطلق من خلالها هذه الصواريخ صاروخ الكاتيوشا. أشكرك مراسل الغد في بغداد محمد فاضل، وبالتأكيد سنتابع معك كلما جد لديك جديد.